كلام بوشوارب عن جملة من التدابير تخص الصناعة، حيث دشن وحدة إنتاج جديدة للإدماج الإلكتروني بالمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، وهي الأولى من نوعها في الجزائر، ومن شأنها دعم وترقية المنتوج الوطني بمعايير دولية واستحداث مناصب شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة. كما كشف الوزير عن جملة من التدابير لدعم القاعدة الصناعية الموجهة للاستغلال الفلاحي. وبالمناسبة أعلن الوزير عن تنصيب 12 مجمعا صناعيا عموميا يوم 23 من الشهر الجاري. المتابعة كانت لي بالمهدي بالمال. تطور إنتاجي مضاعف حققته شركة صناعة عتاد الحصاد الذي انتقل من 600 حصيدة في سنة 2013 إلى 1000 وحدة ابتداء من السنة الماضية، وهو ثمرة جهود شراكة جزائرية فنلندية الذي ثمنه وزير الصناعة والمناجم أثناء معاينته لأجنحة المصنع بولاية سيدي بلعباس. بلعباس كانت في الماضي وإن شاء الله اليوم راح ترجع المكانة التحالي كانت فيها. فيما يخص الإلكترونيك راكم عايشين هنا، شفتوا المصنع هذا من أحدث مصانع اليوم في العالم. كنت نتكلم درك مع المدير العام وقلت باللي الحكومة ماشية باه تدخل في اقتصاد الإيكونومي نيميريك، وهذه إرادة قوية من طرف فخامة رئيس الجمهورية اللي رانا رايحين ليها، وهذه هي الحجرة الأولى اللي نبدأ بها باه ندخل فيها الاقتصاد. قلت باللي هذا كون اليوم قاعدة أساسية للقطاع الإلكتروني. كل يجي شريك أجنبي أو مستثمر جزائري عليه ويفوت منه، خطر ما كان أمور كبيرة نتاعو اللي يستهلكها لتخرج من هذه المصانع. المنطقة الصناعية لولاية سيدي بلعباس التي تعدت سمعتها حدود الوطن تمتاز بنوعيتها في صناعة الجرارات ب5000 وحدة سنويا مع شراكة هندية. تعد أيضا فضاء لصناعة الأنابيب المستجيبة لمقاييس الجودة والبيئة. On est confiant avec ce qu'il vient de nous dire et que ça va se débloquer au niveau du foncier industriel surtout, donc pour pouvoir investir et mettre en place un petit peu tout le plan de développement pour les années futures, Inch'Allah. Voilà, c'est pour le Alhamdoulilah, nous sommes en 2050 aujourd'hui, Inch'Allah, ou là, il y a encore l'essentiel, Inch'Allah, nous allons faire des choses. Nous allons renforcer la l'indimage محلية. اليوم سنة 2015 راح نوصل لنفو 63%، وإن شاء الله لما إيمو في قسمطينة تبدأ تخدم المحرك ثم راح نفوت 85%، ولهنا وصلنا للهدف نتاعنا الأساسي، هو يكون منتوج دائم ما يزولش مع المشاكل اللي نعيشها، يبقى دائم، خطر ما يكون عنده طموح بيمشي إلى الخارج وخاصة الدول الإفريقية. وزير الصناعة والمناجم الذي كان له لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين والإذاعة المحلية ذكر أن أبواب الاستثمار تبقى مفتوحة للنوعية لتغطية الاحتياجات الوطنية والتوجه نحو آفاق التصدير.